سينا امس الملك لله ولا اله الا الله سيدنا نبينا محمد رسول الله. احنا بسوق دمنهور الدولي العمومي ومعاكم قناه المواشي اليوم، وتعالوا نشوف النتايات البقري التربيه في سوق دمنهور. مساء الخير يا معلم. يا مرحبا بيك. عرفنا باسمك. الحاج حفيظ رجب حجاج من البحيره ساكن في لقانا وتجار لقانا. الله يبارك لهم. بسم الله ما شاء الله. عمر قد ايه كده حاج حميد؟ عمر ديت 9 شهور بعد الولاده. 9 شهور بسم الله ما شاء الله. سنه وشهرين. سنة وشهرين بسم الله ما شاء الله. بس من هناك ده السنة ونص. اللهم صل عليك يا نبي. أسعار عاملين النهاردة في دمنهور؟ ده هي ب 16300. 16300 والفرحة؟ ده هي ب 17200. 17200 والتالتة دي؟ 19500. 19500. 19500 19 ونص يعني. اللهم صل عليك يا نبي. معاك حاجة غير التلاتة دول؟ لا معيش. الله يبارك لك ويصلح حالك. ادينا الرقم لو حد عايز حاجة تواصل معاه. والله انا الرقم يعني انا ما اعرفش اقرا وقت حبيبي. ايه هخلي دوت واحد يديك الرقم. الله يبارك لك. بسم الله ما شاء الله. محمد جاي هيديك الرقم. 0100 6 11 9 10 7. اي حد يتواصل معاكم تبع قناه المواشي اليوم بالله عليك تعملوا مواد حفيظ حجاج، وهنعمل اكبر واجب لاي واحد. الله يبارك لك يا حاج. الله يبارك لك ويصلح حالك يا حاج. صباحك ابيض. الله يجعل سوقكم احسن منهم يا رب. اللهم امين. اللهم صل عليك يا نبي. بسم الله ما شاء الله. الله اكبر. النتايات البقري التربيه يا جماعه في سوق دمنهور الدولي العمومي. اللهم صل عليك يا نبي. 100 بسم الله ما شاء الله. السلام عليكم يا رجال. هذا برومي الله يبارك لهم. حوش عيسى ابو المطامير الله يقويهم ويعينهم ويصلح حالهم. كام وكام الاسعار النهارده؟ 19 ونص. بسم الله ما شاء الله. والثانية دي؟ وده ب 20 500. 20 و500 يعني ال 42. لا ب 41 و300. انت مش بتقول 41 ونص. 19 ونص و20 ونص. الكلام ده هي 19 ونص. 19 ونص ماشي. وده ب 20 يعتبر ب 20 و500. طيب ما يبقى 40. احنا غلطنا. احنا 20 و40 من عندي كريم. يعني دول ثمنهم. الله يبارك لك. بسم الله ما شاء الله. اللهم صل عليك يا نبي. معاك حاجة ثانية غيره؟ معايا ستر الله. أحسن من كل حاجة. ادينا الرقم يا صاحبي. 010 6 9 9 6 9 9 8 6 8 6 1 8 6 1 8 6. اي حد يتواصل معاك. سلام البرهوم ابو ريان الله يبارك له. حوش عيسى ولا ابو المطامير؟ ابو المطامير الله يبارك لك. كك عمدي عامل ايه؟ كل سنه وانتم طيبين. اللهم صل عليك يا نبي. معاك حاجه يا صاحبي؟ خلاص الله يبارك لكم ويصلح حالكم. بسم الله ما شاء الله. اللهم صل عليك يا نبي. بسم الله ما شاء الله. نتايات تربيه الوانات 100 100 في سوق دمنهور مع المعلم شعبان حواط الله يبارك له. صباح الفل يا حاج شعبان. عامل ايه يا غالي؟ الله يقويك ويعينك ويصلح حالك. بسم الله ما شاء الله. اللهم صل عليك. الله اكبر. بسم الله ما شاء الله. نتايات يا جماعه عمار 3 شهور و4 شهور. بسم الله ما شاء الله. كم وكم يا حاج شعبان والله؟ كم؟ 19 و200. السمره دي والجزء اللي هناك دول 17 و800. اللهم صل عليك. 19 و200. نعم 19 و200. البيضه ولا الفريزيه؟ ها فريزيه. فريزيه دي بسم الله ما شاء الله. الله يبارك لك يا عم شعبان. بسم الله ما شاء الله. عمال الله اكبر. الله اكبر. عامله كام دي يا صاحبي؟ لا الغالي عامله كام والله؟ 17 ونص. 17 ونص. بسم الله ما شاء الله. الله يستحقكم وحال الجميع يا رب. اللهم امين. ما تنسوش اللايك والاشتراك لقناه المواشي اليوم عشان يوصلكم الاسعار يوم بيوم. اشكركم على حسن المتابعه داخل مصر وخارج مصر. هنسيبكم في رعايه الله وامنه، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.